مكون هنضيفه معانا النهاردة على زيت الأطفال هيطول لنا شعرنا لحد الركب وأكبر من كده وأطول من كده كمان. الوصفة دي ممتعة جدا وسهلة خالص وبسيطة، هنعملها مع بعض إن شاء الله النهاردة عشان تجيب معانا نتيجة كويسة. طيب يا ريت بقى الناس كلها تشجعني وتعمل لايك للفيديو ده وتشيره عشان يوصل لكل الناس. طيب ايه اللي معانا؟ أول حاجة، أول حاجة مش هنخش في الوصفة على طول، الوصفة هنعملها دلوقتي، بس لازم قبل ما تطبقي الوصفة تغسلي شعرك كويس. تغسليه بإيه؟ بالغسول اللي أنا أقولك عليه ده. هنجيب مية دافية ونحطها في طبق زي ده، وبعدين هنجيب ملح البحر. ملح البحر هتروح الحد بتاع أعشاب، أو لو في السوبر ماركت متوفر اسأليه على ملح البحر. هنحط منه معلقة كبيرة ونبدأ نقلب الخليط ده كله مع بعض. بس هم هي ديت الغسلة أو الغسول اللي هنغسل بيه قبل ما نطبق وصفتنا بجونسون ومكونات سهلة وبسيطة تاني. طيب هتغسلي الأول قبل ما تطبقي الوصفة، تغسلي كده الشعر من أول الجذور لحد الأطراف، تقعدي تغسلي كده لحد اما الشعر كله يكون جه عليه الميه والغسول بتاعنا. يبقى كده اول حاجه الغسول هنركنه بقى عشان اهم حاجه الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا هنعملها الاحسن في كوب معانا كده. طيب هنعمل ايه؟ هناخد من زيت جونسون دوت نملى نص الكوبايه دي. تمام، هنبدا نملى نص الكوبايه دي زيت جونسون زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نملى، نضيف زيت جونسون كفاية كده. زيت جونسون بجد بتاع الأطفال ده حكاية حكاية جدا جدا في تطويل الشعر. بعد كده هنجيب مكون مهم جدا جدا لنمو الشعراية اللي هو البن أو القهوة، القهوة أو النسكافيه. لو عندك نسكافيه مفيش مشكلة، خدي منه معلقة وابدأي حطيها على النص كوب من زيت جونسون. هنضيف نص معلقة الخليط ده، بجد جنان. لسه ناقص حاجة مهمة قوي هنخلطها، ما تستعجليش، اللي هي كنز برضو للشعرايه. المكونات دي مغذية جدا جدا للشعرة، وبتشيل اي خشونه وبتفرد الشعره، وبروتين وكيراتين طبيعي، مش هتحتاجي تروحي تعملي كيراتين خالص. بعد كده هنجيب ايه؟ هنجيب معانا المسمار او القرنفل، ده بقى الكنز فعلا للشعر. ده لو شعرك هايش او انت عندك صلع، ده المكونات اللي فيه بتخلي الجذر بتاع الشعر وجذور الشعرايه تبدا تاني تطول وترجع للوضع الطبيعي والشعر يطول معاكم. طيب هنعمل ايه؟ عندك حلين، لا اما تاخدي القرنفل زي ما هو عادان، لا اما لو عندك زيت قرنفل في كده بيتباع في عند بتاع الاعشاب، تقولي له انا عايزه مش قرنفل من ده، انا عايزه الزيت بتاعه. انا ما عنديش زيت، هاخد يجي 5 6 حبات من القرنفل واحطهم على المكونات دي. هسيبها كده لمده 10 دقايق بعد ما اكون قلبتها. وبعد كده اعمل ايه؟ هتجيبي عندك اي بخاخ، اي بخاخه بتستخدميها تفضي فيها الخليط ده زي ما انا بعمله كده. انا لسه هخلصها وخلاص قربوا يخلصوا، هجيب دي بقى افضيهم هنا. البخاخه دي بعمل بيها ايه؟ بقوم غسله الاول بالغسول اللي انا وريته لكم، وبجيب بقى البخاخه دي بعدها واقوم بخ على شعري كده. او ممكن لو ما عندكيش بخاخه تجيبي بايدك كده، او تجيبي الميه ذات نفسها لما تبرد بقى خالص، دي سخنه شويه صح يعني، او هي الميه مش بارده ولا حاجه، ده احنا حاطين جونسون. تجيبي الميه دي ذات نفسها او الخليط ده بايدك وتحطي او تصبي على طول من الكوبايه كده على فروه راسك وتدعكي قوي. لازم الوصفه دي تطبق من مرتين لثلاثه، هتجيب نتيجه معاكي من مرتين لثلاثه في الاسبوع عشان تجيب معاكي نتيجه، لانها ما بتجيبش من اول مره. لو حد استفاد يا ريت يكتب لنا تحت، وما تنسوش اللايك والشير بيشجعنا جدا، وشكرا جدا جدا ليكم.